السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول فيديو ليا من الروف بقى، شايفين منظر البحر، ويمكن هنا على شمالي ده فندق فور سيزن. أنا بصور لكم الفيديو ده في الهواء الطلق، والله المنظر هنا ولا أروع ولا أجمل. حبيت أشارككم هذا الجو الجميل. وأنا بكلمكم النهاردة عن موضوع يمكن بعضكم طلب مني أن أتكلم عنه، خاصة للمبتدئين. الفيديو هيكون بيدور حوالين كيفية الربح من الانترنت للمبتدئين في 2021 من الهاتف المحمول. 5 نقاط نركز فيها. فأنا النهاردة حابب أركز كلامي على هذا الموضوع. كتير منكم لسه في مقتبل العمر، مفيش الإمكانيات اللي هي الكمبيوتر القوي بالمواصفات اللي ما حصلتش عشان نبدأ بقى نشتغل ونكسر الدنيا. طب هو الشباب المبتدئين ما لهمش نصيب معانا؟ لا، ليهم نصيب. تعالوا نتكلم في هذا الفيديو عن كيفية الربح من الانترنت في 2021 للمبتدئين من الموبايل. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. تعالوا نبدأ كلامنا عن هذا الموضوع. أنا حابب أكلمكم عن نقطتين أو ثلاثة نقدر يا شباب يا في مقتبل العمر يا مبتدئين نقدر نشتغل على هذه النقاط. أول نقطة السوشيال ميديا بشكل عام. بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن التيك توك، ولكن خد بالك أنا بتكلم عن استخدامات مفيدة هتفيدنا إن شاء الله فيما بعد إن إحنا نجمع أعداد من المتابعين، وبناء عليه نقدر نربح من خلال الطرق اللي أنا هستعرضها معاكم دلوقتي. أنا بتكلم عن السوشيال ميديا بشكل عام، بتكلم عن التيك توك، بتكلم عن حاجة زي السناب شات، يمكن الشباب في السعودية يحبوا السناب شات أكتر مننا، بتكلم عن اليوتيوب طبعًا، وخاصة بقى اللي هو اللي بيسموها شورتس، ودي يعني اليوتيوب حطت لها بادجت كبير جدًا عشان يدعموا هذا الموضوع. إيه السبب؟ مخافة إن البساط ينسحب من تحت رجليهم بسبب التيك توك. انتوا عارفين التيك توك ده حاجة دلوقتي متوغلة وغير طبيعية، ونربح منها. هتربح ازاي من التيك توك؟ يمكن في الغرب بيدوهم على المشاهدات، لكن احنا هنا لو بدأنا بالموبايل اللي في ايدينا نبدأ نتكلم عن ايه. مثلا انا من اسكندرية، ابدأ اتكلم عن الاماكن السياحية، المطاعم، الكافيهات. كتير على فكرة من الحسابات على التيك توك بتركز على هذا الموضوع. اعمل حاجة كده مرتبة وحلوة والشباب يبقوا حابين يتفرجوا عليها، تدي معلومة مفيدة. روح مكان زي اللي هنا على يمين هنا جليم باي، صور هناك، صور الغروب، عرف الناس بالأماكن. في سلسلة مطاعم مكتسحة مصر دلوقتي اسمها بلبن، هي اسمها كده، واللبن عندنا شباب اللي بيصنعوه من الخليج، اللبن هو الحليب يعني. روح واتفرج وصور، استعرض هذه السلسلة من المطاعم أو المحلات أو الكافيهات. بلبن هيفتح يوم الخميس اللي جاي أو الجمعة أظن في بحري عند القلعة، قلعة قايتباي. فيا شباب لو بتسمعوني من اسكندرية ليه ما تعملوش حاجة كده؟ الشاهد من كلامي الأفكار كتيرة نقدر نشتغل عليها. أنا مبارح كده يعني كنت في المعمورة مع أصدقاء وصورت مقطع بسيط، مفيش يعني ساعتين ثلاثة، ببص لقيته عامل 1000 وحاجة مشاهدة، بالرغم ان انا عاملها كده من حب يعني ايه ان انا افرجكم انا كنت فين، لكن انا مش مهتم بالتيك توك بالدرجة. انا اهتمامي طبعا بالمشاريع اللي انا شغال عليها وبحاجة زي اليوتيوب. اذا عندك التيك توك، عندك السناب شات، عندك اشياء زي اليوتيوب شورتس تشتغل عليها وعرفت تعمل مشاهدات ومتابعين، هيجي لك بعد كده بقى الرعاة السبونسرز هيطلبوا منك بقى ان انت تبين لهم مثلا المنتج بتاعهم، موبايلات، ساعات، وهذه النوعية من المنتجات، وبتاخد مقابل ده فلوس. انا قناتي على اليوتيوب ما كملتش 50,000، وبيجي لي على فكرة عروض وبيجي لي ناس يقولوا لي تتكلم عن المنتج بتاعنا. اذا دي افكار السوشيال ميديا، كل واحد بقى يفكر هو شاطر في ايه ويعمله. ايه افكار كمان ممكن نشتغل عليها ونربح المال من الانترنت في 2021؟
اشتغل على حاجة زي السيرفيز اللي هي استطلاعات الرأي، وأنا كان ليا أكتر من فيديو هحط لكم الروابط في صندوق الوصف. اشتغلوا على هذه المواقع اللي فعلا أثبتت إنها بتدفع للناس والريفيوات عليها كويسة جدا والناس بتشكر فيها. حط لك الروابط، روح على طول وكلها من الهاتف المحمول، تقدر تشتغل من النهاردة. مش هتجيب لك فلوس كتير بالدرجة، ولكن يعني تسند معاك وإن شاء الله تجيب لك بعض الدولارات اللي بقى مع اختلاف العملة تكون إن شاء الله تفرق معانا. يبقى أنا كده عندي فكرتين، فكرة السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، افتح حساب على الانستجرام، اعمل قناة على اليوتيوب، اشتغل على الشورتس أو مش الشورتس، يعني اللي هي الفيديوهات القصيرة اللي بتكون بشكل رأسي أو عمودي أو فيرتيكال أقل من 60 ثانية، أو اشتغل اعمل قناة. استعرضت لكم من فترة قناة لشاب من اسكندرية هنا ما بيظهرش أبدا، كل اللي بيعمله هو يروح على الشواطئ والشوارع يصور ويتكلم عنها ويستعرض لنا الأماكن ويكون محضر بعض المعلومات عنها. دي فكرة حلوة. شفت نفس الفكرة في القاهرة، يروحوا منطقة زي 6 أكتوبر يتكلموا عنها، المعادي، يروحوا مدينتي، يروحوا هذه الأماكن ويصوروا فيها ويعرضوا لنا هذه الأماكن. أنا واحد من الناس بحب أتفرج على هذه الأشياء. يبقى السوشيال ميديا، استطلاعات الرأي. ثالث فكرة ممكن تطبقها، وأنا مش حابب أكتر في الأفكار لأن الأفكار حاجة كتيرة جدا، وهناك قنوات متخصصة فقط في استعراض هذه النوعية من الأفكار. أنا بس بدي لك كده فكرة أو هنت أو لمحة عن بعض المشاريع، وانت بقى اختار وتوقع الله وشوف ايه اللي مناسب ليك والشغل عليه. طبعا كلامي للبنات وللولاد مش للاولاد فقط لا غير. في قنوات يا شباب انا شفتها على التيك توك لبنات حاجة رائعة، لا اروع ولا اجمل من كده، حقيقة بيستعرضوا مطاعم في القاهرة، حاجة روعة. فالبنات دلوقتي يعني ما شاء الله عليهم عفاريت يعني. طيب الفكرة الثالثة اللي انا حابب انهي بيها هي فكرة تعدين العملات، لكن انا هنا مش بتكلم عن المضاربة في العملات، لا انا بتكلم عن تعدين العملات. تقدر تعدل، انا ليا فيديو بتكلم فيه بالتفصيل عن هذا الموضوع، هسيبه لك برضو في صندوق الوصف، شوف الفكرة بتاعته. ممكن تسرع فكرة التعدين بشرائك لخدمة معينة، كل ده بشرحه بالتفصيل من الموبايل، تقدر تشتغل على هذا الموضوع ويجيب لك بعض الدولارات ان شاء الله. كان بالظبط يعني انا ما اقدرش احدد لان كل واحد على حسب قدراته. في واحد انا استعرضت بيكسب كام من هذا الموضوع، كان تقريبا كسب في فتره من الفترات 2000 دولار، لكن انا لا اعد ابدا بهذه الارقام، الموضوع بيتوقف على معايير كتيره انا اتكلمت عنها في فيديو سابق. كل الروابط هسيبها لكم وانتم بقوا شطارتكم. طبعا الموضوع الحالي اللي انا بتكلم عنه معاكم واللي انا مستمر فيه ان شاء الله واللي انا حقيقة مؤمن بيه جدا هو مشروع الاي اي ماركتينج، لكن ده مشروع محتاج منك راس مال. فلو انت بتسمعني ممكن على فكرة من الموبايل، لو انت بتسمعني حابب تشتغل على مشروع بجد مربح وربنا كده يكرم والمشروع يستمر لسنوات وسنوات، وليه ما يستمرش على طول ان شاء الله، يستمر باذن الله طالما الشركة بتكسب والناس بتكسب، ليه لا؟ أرقامه حلوة جدا، لكن زي ما قلت محتاج راس مال. إن شاء الله تبدأ ب$50 أو $100، طبعا في البداية هم بيدوا لك $50 تشتغل بيها، وبعد كده لما بتكسب بترجع لهم $50 وبتبدأ تشتغل. أنا بشجعكم تبصوا على هذا المشروع، أنا عامل سلسلة لهذا المشروع تحديدا هو وسبيك بوت، وحابب إن أنتم تبصوا عليه. أنا على فكرة حاليا شغال في صناعة كورس كامل للمبتدئين لموضوع الاي اي ماركتينج، هيكون مجاني تماما، الهدف منه توضيح جميع النقاط اللي يعني ممكن تعمل لبس كده، ولا مش بس كده، ده انا من البدايه حتى النهايه ان شاء الله واوضح لك جميع تفاصيل هذا المشروع. طبعا مستمرين في مشاريعنا المعروفه، الكتب، نشر الكتب على منصه امازون. انا ولله الحمد يعني تقريبا يوميا لازم انشر لي على الاقل كتاب، ده من الحاجات اللي انا ما بقولش عليها يعني، والحمد لله في كتب شغاله معايا كويس، لكن بالاعلانات عشان اكون صريح معاكم، من غير اعلانات بيكون صعب. مشاريعنا كتيره، البرنت اون ديماند، الافيليت ماركتنج، طبعا ده من اهم واقوى المشاريع بالنسبه لي انا شخصيا، لكن انا حبيت في البدايه اوضح ايه هي الاشياء اللي ممكن الشباب الصغير المبتدئين
اللي لسه ما فيش كمبيوتر حابين يبداوا يشتغلوا ايه، يشتغلوا على ايه من خلال التليفون بتاعهم. دي النقاط اللي انا حبيت اقولها ووضحتها، وفي النهايه بمجموعه من المشاريع اللي ممكن تكون محتاجه راس مال، اعلانات، دعايه، حملات اعلانيه، يعني اشياء من هذا القبيل. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. الساعه دلوقتي 7 إلا 9 دقائق، يعني تقريبا 9 دقائق كده او 10 دقائق، والمغرب ان شاء الله، المغرب خلاص على اذان، فالمشهد من هنا جميل. احاول الغروب لو يظبط معايا ممكن انطلق الناحيه الثانيه وافرجكم على الغروب والمنظر. ده الفور سيزن على فكره، الفور سيزن هوتيل هو ده، خلوني اوضحه لكم. ادي الفور سيزن، طبعا المشهد من هنا رائع زي ما انتم شايفين. خلوني بس اقلب بقى السكرين عشان اشوف انا بفرجكم على ايه. ايوه اقرب بقى كده. ده المشهد من هنا زي ما انتم شايفين. خليني بقى اقرب لكم الحاجه جميله. الهواء طبعا مش عايز اقول لكم يعني على جمال الجو هنا. على فكره في هناك قصر تاني اهو، مش عارف لو شايفين ولا لا، خلوني اجيبه لكم. اللي هناك ده هو ده اللي فوق ده، ده حاجة برضو تابعة أظن للرئاسة. أفرجكم بقى على الغروب من الناحية التانية. آدي منظر الغروب من الناحية التانية، طبعا مشهد سبحان الله جميل. أسيبكم مع هذا المشهد. ابن مصر أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر قلبي نسر، ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد.